أبو يوسف، أنت مش قلت قطر فيها 140 جنسية، طب كيف بتفهموا على بعض لو المريض صيني أو كوري أو تركي أو برازيلي؟ في مستشفيات قطر ما في داعي أنك تعين مترجم خاص لكل لغة، لأنه الموضوع مكلف جداً وعلى الفاضي، لأنه بعض الجنسيات في منها شخص أو اثنين في كل الدولة. اللي بصير أنه في كل قسم في المستشفى، معلقين في كل قسم بالمستشفى ليست اسمها اللانجوج بانك، مكتوب في هذه القائمة أسماء بعض الممرضين في المستشفى اللي بيعرفوا يحكوا لغات غير العربي والإنجليزي. فمكتوب فيها الليست مثلاً: فلان الفلاني في العيادات بيحكي فرنسي وفلبيني، فلان الفلاني في الجراحة بيحكي صيني وكوري، فلان الفلاني في الطوارئ بيحكي إيطالي وبرتغالي. فلو إجا مريض بيتكلم لغة لنت ولا الدكتور ولا أي واحد من الموجودين بفهمها، ترجع للليست اللي عندك: هذا المريض مثلا فرنسي، وفلان موجود حاليا بالطوارئ فرنسي، يا بكلمه على التلفون بترجم لنا شو ماله، بسأله شو اللي بوجعك، من امتى بلش الوجع، عندك أمراض سابقة ولا لا، عندك حساسية من دواء ولا لا، وبترجم للدكتور، بعدين بشرح للمريض الدكتور شو قال، يا إما بيحضر شخصيا وبيشتغل كأنه مترجم لمدة دقيقتين. طيب لنفرض انه فرضا في مريض يتكلم لغه ما فيش حدا في كل قطر بفهمها، بكل بساطه في سفاره في بلده. بتذكر مره كنت في الطوارئ وجانا مريض فرنسي وما كانش حدا موجود بيحكي فرنسي، فبكل بساطه بتكلم السفاره الفرنسيه تبعت لك مترجم بشوف شو ماله، بشرح للمريض اسئله الطبيب وبشرح للطبيب اجابات المريض وخلصت.